تبذل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودا كبيرة على مدار العام، خصوصا خلال فترة شهر رمضان المبارك، للقضاء على جميع مظاهر الغش خلال عمليات البيع والشراء أو تقديم الخدمات في المحال التجارية داخل المملكة. المزيد في التقرير التالي. للتجار حنكة يستخدمونها في بعض الأحيان لتحقيق أرباحهم بشكل مشروع بطرق مختلفة كالبيع والشراء أو تقديم الخدمات وغيرها من الطرق، ولكن الجشع في بعض الأحيان عند بعض التجار يدفعهم إلى رفع الأسعار بشكل كبير ومبالغ فيها على حساب المواطن أو القيام ببعض المخالفات الأخرى بهدف تحقيق أرباح أكثر، وهذا ما استدعى وجود جهات مختصة للرقابة على هذه الأسعار كحماية المستهلك. وخلال توجهنا إلى أحد الأسواق التقينا بمدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة السيد سنان الجابري ليؤكد لنا جهودهم في الرقابة على الأسعار خلال شهر رمضان المبارك. ترتفع نسب العرض والطلب في مملكة البحرين خصوصا في شهر رمضان المبارك، شنو آلياتكم في الرقابة على الأسعار في مملكة البحرين؟ طبعا استعدادات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة في إدارة حماية المستهلك لشهر رمضان، بحكم أنه يزداد الطلب عليه مبكرا السلع، نستعد قبل حلول الشهر الفضيل بشهرين إلى 3 أشهر من خلال متابعة مع القطاع التجاري حول المخزون من المواد الغذائية المتوفرة في الأسواق، وبالأخص اللي يزداد عليها الطلب رمضان، بحكم أن الشهر الفضيل في بعض السلع يزداد عليها الطلب أكثر من سلع أخرى. احنا نتأكد من توفر هذا المخزون، أيضا نتأكد من العروض الترويجية التي تقدم للمستهلكين ومطابقة هذه العروض للواقع من خلال شروط الترخيص ومراجعة الأسعار وتأكد منها استيفائها للشروط، وأيضا من خلال إرسال المفتشين للتأكد من مطابقة هذه العروض لما هو مقدم للمستهلكين من خلال تقارير وأعمال تفتيش لاحقة. أستاذي، خلال فترة شهر رمضان المبارك ترتفع عندكم أعداد زيارات التفتيش والحملات إلى الجهات اللي تباشرون رقابتكم عليها، شلون تصير الآلية؟ طبيعة الحال استعدادا أيضا ضمن استعدادات الوزارة تزداد أعمال التفتيش خصوصا فيما يتعلق بالشهر الفضيل للتأكد من انضباط الأسواق من خلال ما هو معروض فيها من سلع وخدمات. طبعا نحن نعمل على مطابقة الأسعار والبيع بالأسعار المعلنة، وأيضا مطابقة السعر المعلن على الرف مع السعر عند نقطة البيع، وأيضا نتأكد من استيفاء النقاط والبنود الواردة في القوانين اللي لها علاقة بحماية المستهلك. دور المواطن شلون يقوم بدوره في هذا الجانب؟ دور كبير يحيى، المواطن هو العين الأخرى اللي نرى فيها السوق. مهما كانت كوادر التفتيش كبيرة لا يغني ذلك عن وجود عين أخرى نرى فيها الأسواق، وهي عين المواطن من باب الشراكة المجتمعية في التبليغ عن أي مخالفات في الأسواق. جميع المحال التي تقدم الخدمات أو تبيع المنتجات هدفها الأول والأساس هو إرضاء عملائها، وذلك لا يتحقق إلا بتطبيق القوانين، قوانين البيع والشراء، وخصوصا خلال فترة شهر رمضان المبارك التي ترتفع بها نسب العرض والطلب، وهو ما يستدعي وجود الجهات الحكومية المختصة للرقابة على الأسعار. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.